صباح الخير مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. اليوم بحلقه كاتوك بستنى استقبل معي ماجي كيشيشان بي ار مانجر لارقفه. اهلا وسهلا فيك ماجي. مش الحال؟ الحمد لله. على طول في اخبار جديده بعالم الاكستنشن وعالم البيوتي يلي كل شيء بيختص اكيد بالشعر يلي كمان هو من الاساس اذا فينا نقول لجمال المراه. أكيد. اليوم كمان معنا اكستنشنز بالاستوديو رح نحكي اكثر عنهم، ولكن بالبدايه فسرنا شوي اكثر قد ايه اهميه الاكستنشن اليوم خاصه بعالمنا عند السيدات. اكيد صارت الاكستنشن كثير فاشن وموضه خاصه هلا بعصرنا، لانه كل سيده ما بتظهر بلا اكستنشن، كل سيده بحاجه الى اكستنشن بشعرها، اذا بدها تطول شعرها او تعملها فوليوم كثافه هي بحاجه لاكستنشن، فكل سيده لازم يكون عندها اكستنشن ببيتها. حتى كمان بيسهل حياتها عملها ما تروح كل مره عند الهير دريسر تعمل البراشينج وتظبط شعرها. يمكن اليوم عندنا كثير قصص رح نفرجيها فيها هي تعمل تسريحه حلوه بالبيت بسهل عمليه الشعر. يعني اذا مرأة عمليه ما عندها وقت كل يوم تروح عند الهير دريسر وتعمل شعراتها، او سيده طلع لها سهره فجاه ومش عامله شعراتها، في عندنا عدد قصص رح نفرجيهم. عنا أول شيء الويجلت اللي فيها ترفع شعراتهم تربطهم وتحطهم، بدها أقل من دقيقة، هي بشكل كليبس يعني كليبس مزبوط تنحط. هي أكيد فيها تستعملها على ميلة الطويل أو القصيرة، يعني مجرد نقلبها بتصير اقصر بيصير الشعر كله بطول بعضه هون جايه ديجرادي. اكيد هيدا شعر طبيعي 100%، اذا بدها تعمله شي نهار ويفي، بدها تعملها كلها كيرلي، او بدها تعملها ستريت، فيها تعمل مثل ما بدها لانه شعر طبيعي 100%. نعم. عم نشوف كمان هلا فيديو بيفسر اكثر كمان عن الاكستنشن. نعم، هيدا هالاكستنشن يلي هي انحطت على الراس من ورا بيعطي فوليوم اكثر وبيعطي بومبي من فوق. واكيد بينقص وبينعمل له هايلايت وكل شيء. اكيد شعر طبيعي 100%، السيده اللي شعراتها ويفي لازم تاخذ الاكستنشن ويفي، لانه اذا شي نهار حبت انه ما تعمل برشينج لشعراتها ما يبين الشعراتها الويفي والاكستنشن ستريت. هذا الشيء نحن بالمركز كثير بنعاني، بيروحوا عند ناس مش اختصاصهم الاكستنشن بيكونوا مبسوطين اول نهار لانه بيكون شعراتهم كلها ويفي او كلها ستريت، ما ببين الفرق، بس يتحمموا ببين انه الاكستنشن ستريت وشعراتهم ويفي. وهلا خاصه جايين نحن على موسم بحر صحيح، فسيده مش كل يوم بدها تعمل شعراتها براشينج، اذا كل يوم بتروح على البحر واذا بدها تنزل فيهم على البحر ببين كثير بشع شعراتها ويفي والاكستنشن ستريت. هي تنزل فيهم على البحر يعني اكيد اذا خاصه اذا ثبتتهم. نحن عندنا عده طرق لتثبت الاكستنشن، منهم الويفينج اللي بينعمل جدله صغيره وبتتثبت الاكستنشن عليها، وبعد 3 شهور لازم تجي لعنا مشان نرجع نرفع لها اياهم لانه شعراتها بيطولوا والاكستنشن بينزلوا، فالمفروض انه يعني نرجع نعمل مينتننس. اكيد. وعندنا الكيراتين خصله عم نشوف كمان فيديو بيفصل اكثر. هون عم نشوف التراس اللي هي شو هي اكستنشن جدوله مزبوط اوكي موجوده هون عندنا اوكي بنشوفها لايف. لكن كمان تربط شعراتها وبتحط الجدلة، أو إذا ربطت شعراتها بدها تعمل محل المغيات تحطهم فيها تعمل عدة موديلات فيهم. كيف تنحط؟ في كليبس أكيد. كليبس أوكي، يعني لازم ينربط الشعر وينحط. وين بتخبى الشعر إذا انربط؟ هي بتجدلهم مع الشعر مع شعراتها. هلا هول هيدا لانه مجدلينه خالص بينحط بنص الشعر بتتجدل مع شعراتها، لو شعراتها قصير ما ببين لانه هي شعرها جاي عبيه. اهم شيء بتصور انه يكون ذات اللون، اهم شيء نفس اللون ونفس التكشر اكيد مزبوط. والنوعيه يعني مثل ما ذكرت انه اذا ويفي مفروض يكون الاكستنشن ويفي، او اذا ستريت حتى كيرل، يعني في كثير انواع شعر ونحن بالمركز عندنا موجود كل الانواع الشعر ان كان ويفي ستريت، ونحن بناخذ نحن عندنا فاكتوري كل شيء كاستم ميد بالقياسات، اذا بدها اكبر اصغر اطول، يعني فيكون على الطلب على الطلب اكيد كل شيء، يعني بدها سيده بتجي بتعمل الاوردر بعد يومين بتيجي بتستلم طلبها. وراح نفرجي الاكستنشن اللي هول الكليبسات بينحطوا بينشالوا مثل ما هول كثير هينين يعني كل سيده اكيد بتحط منهم.
اذا بدها تعملوا ويفي اكيد لازم تحط منه تيعطيها فوليوم اكثر وطول اكثر. عندنا كمان الغره، كنت اسالك عنها لانه هلا كمان رجعنا لموضه الغره، ومش مش كل سيده عندها جرأة تقص الغره. مش بس هيك، منها براتيك يمكن لكل يوم براشينج، بدها تعمل كل يوم براشينج كل شعراتها، وبدها وقتها تطول، يعني بتكون رحت الموضه وبعده شعراتها عم بيطول. فمعموله من جلده الراس، ما بتبين ابدا انه حتى اكستنشن او غره. اكيد في عده الوان، كل الالوان موجوده، يعني ما يعتروا هم ابدا اللون والنوعيه لانه كل الالوان وكل النوعيه موجودين. كيف بتتغسل؟ بتتغسل بالشامبو كونديشنر عادي، او فيهم يجيبوه على المركز لعنا بزلقه او فيردان اذا كانوا بلبنان، ونحن بنعمل لهم مينتنس. رح فرجي صغيرة. كان عندي سؤال تحت الهواء. مزبوط. هرجع أسألك عنه لأنه أكيد كثير من الأشخاص بيسألوا هذا السؤال مثلي. يعني إذا سيدة ظهرت شعرها مي وحابة إنه ترفع وتشده بكرة، خاصة بالصيف وبالشوب، بوقت الشوب، في مثل مثل يعني بكلة، مثل بكلة صغيرة بتنحط. يعني أكيد في قياسات، إذا شعرك كثير عابي بدها بس خرج نهار، يعني خرج نهار أكيد اللي. لأنه هيدا منه يعني ما فيه موديل معين أو شيء، كأنه معمول ما يكون شينيون. مزبوط. وقت انه بينحط بنهار. مزبوط. في عدة قياسات كمان، اذا سيدة شعراتها اعبى لازم تكون الاكستنشن اكبر. عم نشوف كمان هلا فيديو هيدا الويجلت، مثل ما شفناه اقل من ثانية حطته. ماشي، يعني بس بدها تربط شعرها وتحط الكليبس. مزبوط. يعني كمان كتير عملية للصيف، وخاصة هلأ نحن جايين على موسم أعراس. مزبوط. العروس بعد العرس ما عندها وقت كل يوم تعمل شعراتها، وبيكون عندها كتير مناسبات. صحيح. خاصة إذا سافرت على الهانيمون، فهونيك ما بتعرف هير دريسر، ما بتعرف حدا، تربطون وتمشي. تمشي. كتير حلوين. كمان بعد عنا اللي عم نشوف كمان هيدا الاكستنشن، هيدا كل الكولكشن ل 2013 يلي موجوده اوريدي هلا بكل فروع، ان كان بلبنان او دول عربيه، بكينيا، ابيجان، سودان. اوكي. كمان هيدا اكستنشن كثير، يعني عم نفرجي هون قد ايه سهل استعمال الاكستنشن. حطيت الاكستنشن وعم بتجدلهم، يعني كثير سهل استعمالها. يعني هلا بتصور انه البونيتيل، بونيتيل هلا حنشوفها، كل شغله تستعمل بعدة طرق، يعني ما طريقه وحده. هلا رح نشوفها كمان هون لايف معنا تنشوف البونيتيل. البونيتيل مثل ما شفناها بالفيديو كمان بتنحط بالشعر، بيتغطى مشان ما يبين ابدا في فرق. اكيد نفس الشيء فيها تجدلها او فيها تعملها هي تبرمها، تعملها موديل معين، يعني كثير سهل استعماله. يعني نحن عم نشوف الفيديو، عم نفرج الفيديو تنأكد انه قد ايه سهل الاستعمال. نرجع نشوفها بس تنشوف عن جد قد ايه هي هينه، وبذات الوقت قد ايه نتيجه حلوه وسامبل، خاصه بالصيف. وكمان مثل ما ذكرت وقلت للعروس كثير. اخر خصله ماجي بدبوس بتنحط؟ اكيد بدبوس بتتثبت. تتثبت. اكيد في عده، يعني اذا بدها السيده اقصر اطول، في يعني مش كل سيده، يعني سيده شوي كبيره بالعمر بدها مش طويله، بدها انه طول معين، اكيد بتتامل. كل الشنيونات جاهزين. بتصورها احلى خبريه كمان. هول صغار وموسم اعراس، وكمان سيده اللي ما عندها وقت طلع لها سهره فجاه وما عندها وقت تعمل شعراتها فيها تركبهم. كمان كل الارقام عم تقطع على على التلفزيون، كمان بيقدروا يشوفوا ويقدروا يتصلوا فيكم، ونحن اكيد ردي تنعطيهم كل الانفورميشن ونساعدهم تا يكونوا مبسوطين. اكيد. في الهاف ويك رح فرجيها، هيدي ويك بتجي من نص الراس مش كامله، كمان كثير عمليه. اذا كيف بتبين؟ انا ما عرفت بعد هون الغره. أوكي. بنحط الغره بضلوا برا وبتنحط من هون. أوكي. ما بتبين ابدا، فيها تحط بوندانا، فيها تحط كليبس او حيلا شيء مشان ما يبين ابدا. خلينا نرجع نفرجيهم اياها كمان للمشاهدين من جوا. من جوا هون الشعر كله بينحط بقلب بقلبها، بس الغره فينا نشيله. كمان كليبسات هينه استعمالها.
اليوم وين الفروع موجودة لأرقفة بلبنان؟ بلبنان موجودين بالزلقة، رقم التليفون 01-893-888، موجودين بفيردان رقم التليفون 01-345-655، وأكيد بدول العربية الإمارات، بدبي، ديرة، بر دبي، أبو ظبي، الشارقة، في عنا بحرين، كويت، السودان، ومؤخرا بأبيجان وكينيا. اوكي مبروك. وين ما كان موجودين اكيد وين ما كان الست سيده فيها تيجي وتستفيد من خبرتنا. عم نشوف كمان بعض الصور يلي فيهم اكيد كلهم اكستنشن. اهلا وسهلا فيك يا ماجي، انبسطنا اليوم هيك، حسيت انه سهلت شوي كمان على المرأة يعني كمان هو بحاجة لهم على طول كان بنهار وبالليل. بالليل اهلا وسهلا فيك. ثانك يو لك مشاهدين، انا بودعكم هلا وبتمنى لكم ويكند حلو. باي باي.